وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير. بداية، هل ترشيح فالح الفياض للداخلية لا زال قائما كما يقول النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. على ما يبدو أن صالح الفياض لم ينفك عن المطالبة بهذا المنصب حتى بعد أن دخلت يعني إكمال الكابينة الوزارية لعادل عبد المهدي إلى منعطف خطير، ومرت أشهر عديدة على عدم إكمالها بسبب هذه الرغبة الشديدة من لدنه، أو بتعبير أدق بسبب رغبة إيران بأن يتسيد هذا الرجل على منصب وزير الداخلية. فاليوم في مؤتمر عقد في أربيل أكد بأن يعني هو مسألة انسحابه من هذا الترشيح لوزارة الداخلية مسألة غير متاحة، كون أن ترشيحه لهذه الوزارة ليس من دافع ذاته أو من نفسه، إنما هو تكليف وليس يعني تشريف من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، علما بأن عادل عبد المهدي في وقت مضى قال بصريح العبارة بأن صالح الفياض هو ترشيح الكتلة التي رشحته وليس ترشيحي، يعني مما يجعل أن هناك تناقض ما بين ما يقوله وما يعني يقول رئيس الوزراء، وهذا يندرج بالتخبط الذي يعني تعيشه المنظومة السياسية في العراق. ليست هذه الحكومة الوحيدة، إنما الحكومات التي سبقتها كانت تعيش نفس الأزمة، وهي أزمة وزارتي الدفاع والداخلية. يا ترى لماذا؟ طبعا بالتأكيد هذا الأمر لا يحتاج إلى يعني نقاش كثير أو جدال كثير، لأن هاتين الوزارتين عوضا عن الميزانيات الضخمة التي تتمتع بها، وهذا سيكون مصدر جيد للأحزاب التي يعني تسيطر على تلك الوزارتين لتمويل أحزابها وميليشياتها، وكذلك تسهيل مهام الدول التي تدين بالولاء لها. ولكن هناك أمر أهم من هذا، وهو كون أن هذه الوزارتين وزارتين أمنيتين تسيطر على العراق، والسيطرة على هاتين الوزارتين معناها أن مقدرات البلد من يعني إرادة سياسية ومقدرات اقتصادية ستكون يعني بيد هاتين الوزارتين. وإذا علمنا أن الجارة إيران تسيطر وبشكل كامل على تلك الكتل التي ترشح هؤلاء الوزراء، فهم يريدون رهن هذا البلد إلى النظام الإيراني بكل مقدراتها. حجر العثرة في إكمال التشكيلة الحكومية هو فالح الفياض، ألم يتحدث شركاء العملية السياسية عن استحداث وزارة جديدة لترضية الفياض؟ طبعا هناك حديث حتى قبل أشهر بأن هناك يعني مناشدات لفالح الفياض ولمن يدعمه من كتلة البناء أن يسحب ترشيحه وأن لا يدخل البلد في أزمة سياسية ربما تتطور إلى أزمة عسكرية بين الميليشيات والأحزاب المختلفة، ولكن كان هناك إصرار غريب على ترشيح هذا الرجل لهذه الوزارة. وحتى هذا الكلام الجديد باستحداث وزارة جديدة يعني تفصل لهذا الرجل لكي يرضى بسحب ترشيحه من الداخلية لم تفلح هذه الجهود، وكان هناك إصرار عجيب على الحصول على هذا المنصب. لربما هو يريد أن لا تنطلي عليه الخدعة التي انطلت على أياد علاوي حينما وعدوه بإنشاء مجلس للسياسات الاستراتيجية عندما خدعه المالكي بهذا المنصب، وتبين أن هذا المنصب لا قيمة له والمجلس لم يتشكل، وبذلك سرق رئاسة الوزراء من أياد علاوي. ربما هو لا يريد أن تتكرر هذه الخدعة عليه ويصر على منصب وزير الداخلية. يعني تحالف البناء يقول أنه قدموا اسمين جديدين للوزارة، أحدهما مقبول من سائرون والآخر يرفضه تحالف آخر. يعني هذا التصريح ماذا يعني؟ هل ما زالت القضية هي اختلاف كتل أم اختلاف أجندات خارجية في قضية الحكومة العراقية؟ يعني أنا لا أظن أن الخلاف الآن على المنصب هو بيد الكتل السياسية العراقية، إنما هناك إرادة خارجية هي التي تحدد
اسم وزير الداخلية، وإلا فالجميع قد سمع وقرأ الأخبار التي يعني تفيد بأن كتلة سائرون وكتلة الفتح لهادي العامري قد اتفقوا وبرعاية من حزب الله اللبناني على حسم هذه المناصب في بيروت، يعني تم الحسم في خلال اجتماع في بيروت، ولكن مع ذلك لحد الآن لم يبتوا في هذا الأمر وما زال النزاع موجود. معناه أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة إيرانية، وهناك إصرار يعني كبير على أن يكون صالح الفياض في المرحلة المقبلة هو وزير الداخلية، وهذا أيضا يدلل على أن ربما هناك أحداث كبيرة ستحدث في العراق، يجب أن يكون على رأس هذه الوزارة شخص هو موالي لهذا النظام، يستطيع أن يمرر ما تريده إيران منه لربما لأشياء عظيمة. عفوا، أنت تقول والمحللون والكتاب يقولون أن الأزمة في العراق هي إيران وإرضاء إيران، ونحن نعرف أن من يجلس تحت قبة البرلمان قد بصم بأصابعه العشرة لولاية الفقيه في طهران، لكن إن كانت طهران هي التي تختار كل هذه الأسماء، إذا لماذا تستمر هذه المسرحية على الشعب العراقي؟ لربما يعني هذا الأمر أن يعني كما يعني شاهدنا من الخلافات الموجودة بين الكتل، أن يعني النظام الإيراني وصل إلى مرحلة أنه يجد صعوبة في التوفيق ما بين كل هذه الفرق التي توالي له، بالرغم من أن جميع هذه الكتل السياسية وجميع تلك الميليشيات هي تدين بالولاء للنظام الإيراني، ولكن مسألة إدارة هذه الأحزاب، إدارة هذه الميليشيات، ربما تجد إيران في هذه المرحلة صعوبة في هذا الأمر. ويعني الدليل على هذا بأن تحالف الإصلاح الذي فيه يعني الصدريين وفيه يعني ائتلاف العبادي وغيره من غيرها من الكتل، هي بالمحصلة ترجع بالنهاية إلى ولائها إلى إيران، لكن مع ذلك هناك يعني طموحات لتلك الأحزاب بأن تكون لها حصة أكبر على حساب الكتل الأخرى، وبالتالي يعني النظام الإيراني يجد هناك صعوبة في التوفيق بين مصالح كل هذه الكتل، لكن بالنهاية سيتم حسم هذه الأمور لما يخدم الأجندة الإيرانية، كما كان في تشكيل حكومة المالكي الأولى والثانية، وكذلك حتى في تشكيل حكومة حيدر العبادي، وسيكون نفس الشيء في هذه الحكومة. الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير كندوري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.